يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي 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 يا أمة محمد، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما فذكر أمته، وذكر قول الله عز وجل في إبراهيم: ربي، أي في الأصنام، إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الرحيم. يبكي صاحب القلب الرؤوم الرحيم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، يبكي ويقول: أمتي 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 أمتي. يسمعه الله عز وجل وهو السميع البصير، فيقول له: يا جبريل، انزل إلى محمد وسله ما الذي يبكيك وهو أعلم سبحانه وتعالى. ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: ما يبكيك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي 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 يا أمة محمد، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله وتالله وبالله ما نالت هذه الأمة شرفها ولا كرامتها ولا حضورها إلا من شرف كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وعزه وحضوره صلوات ربي وسلامه عليه. أمتي أمتي، يصعد جبريل إلى الملك فيقول: يا رب، يبكي على أمته، فيقول الله عز وجل لجبريل: انزل إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك صلى الله عليه وسلم.